لو الحكاية فيها إن فيدي نتائج الفرز وصلت في كام محافظة ونتيجة التأخر ده، أسباب التأخر ده؟ مفيش تأخر ولا حاجة، احنا دلوقتي تقريبا فاضل 15 لجنة عامة تيجي ونخلص الموضوع إن شاء الله، لأن اللجان اللي بتجينا دي لجان عامة، قبليها لجان فرعية، لجان فرعية لها دور بتقوم بالرصد واستقبال المحامين وشغلانة طويلة، وبعد ما بتخلص شغلها بيجي المستشار بتاعها يسلم المحاضر ونتيجة الترشيح والانتخاب للجنة العامة. بتبقى كل لجنة عامة فيها مثلا 5 لجان فرعية 6، فاللجان دي بتتجمع تاني في اللجنة العامة. كل ده بياخد وقت وإجراءات، لأن لازم يتأكدوا من سلامة الإجراءات، أهم حاجة سلامة الإجراءات، هي بتبقى صحيحة بس على أساس ما يبقاش في أي هنة من الهنات، إن ممكن واحد يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا. تخضع بقى للتدقيق والحسابات والجمع والطرح واستبعاد الأصوات الباطلة، وبعدين تشوف الأصوات الصحيحة والأصوات والناس اللي ما حضروا، يعني أولا العدد الكل، وبعدين اللي ما جوش، وبعدين يحصل الأصوات الباطلة ويشوف الأصوات الصحيحة ويجمع ويشوف العدد الكلي مظبوط ومطابق للورق اللي جاي من النقابة بعدد المحامين. كل ده بياخد وقت. طيب حضرتك دلوقتي 16 لجنة عامة، واللجان العامة فيها لجان فرعية، يعني بقى شوفوا كل لجنة عامة مثلا لجنتين ثلاثة فرعية، اضربي بقى 15 في ثلاثة أو في كذا، فاضل 15 وفاضل 15 كده. ليه بقى؟ لأن الانتخابات بتاع النقيب دي يعني بتبقى على مستوى الجمهورية كله، مختلفة عن مجلس الشعب أو المجلس النيابي، لأن بيبقى محافظات بتبقى ملمومة. ده بقى من مطروح لسينا ومن اسكندرية لأسوان، كل ده حضرتك بيبقى يعني مش عايزين نشبهها بانتخابات أخرى، يعني انتخابات عامة. يعني على الساعة 6 كده تقريبا؟ لا 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 يا ريت، ده أنت متفائلة جدا. لا لسه ما جاتش المحاضر ولا النتائج من اللجان دي، ولسه بقى ما تفرغ وترجع لتدقيق تاني وكلام من ده. ممكن ده الاحتمال الأكيد، انها يعني لو يعني ربنا كرمنا.